تعد مشكلة تهريب المخدرات من بين التحديات الأمنية التي تواجه العديد من الدول حول العالم، وعلى رأس تلك الدول ألمانيا، حيث يشكل تهريب الكوكايين إلى التراب الألماني تحدياً كبيراً يطرح تساؤلات حول تأثيراته على الأمان العام والاقتصاد، فضلاً عن الجهود التي تبذلها السلطات للتصدي لهذه الظاهرة. ولكن قبل البداية أذكرك بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يعود تاريخ تهريب الكوكايين إلى ألمانيا إلى فترات مختلفة، ومع تطور وسائل التواصل والنقل زادت هذه التحديات بشكل لافت، ويعتبر الكوكايين من المخدرات ذات القيمة العالية، وبالتالي يشكل جذباً كبيراً للعديد من التجار والمهربين. وتتنوع طرق تهريب الكوكايين بدءاً من الإخفاء في البضائع التجارية حتى استخدام الأفراد كحملة، ويتطلب التصدي لهذه الظاهرة تعاوناً دولياً فعالاً وتكنولوجيا حديثة لمراقبة الحدود وتفتيش الشاحنات. ومن الآثار الرئيسة لتهريب الكوكايين إلى ألمانيا هي زيادة في معدلات الجريمة المنظمة والارتباط بين الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب التفكير في سبل تحسين التعاون الدولي وتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وتشكل مشكلة تهريب المخدرات إلى ألمانيا تحدياً شاملاً ينطوي على تأثيرات ذات أبعاد متعددة، حيث إن وصول الكوكايين إلى هذا البلد الواقع في قلب أوروبا يمثل تحدياً للأمان العام والاقتصاد، ويشكل عاملاً مضطرباً يستوجب تحليلاً دقيقاً لفهم أصوله وتأثيراته. وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الأسواق في أوروبا، مما يجعلها هدفاً جذاباً للتجار ومهربي الكوكايين. ويظهر التحدي بشكل واضح في استمرار تطوير طرق التهريب والتكنولوجيا المستخدمة في التهريب. ففي السنوات الأخيرة أصبحت تجارة المخدرات واحدة من التهديدات الأمنية غير التقليدية التي تعترض طريق ألمانيا، ويتصارع هذا التحدي في ظل ازدياد استخدام المنظمات الإجرامية لشبكات لتهريب إمدادات متزايدة من الكوكايين، ولا سيما في مناطق مثل كولومبيا، لتصبح ألمانيا محطة رئيسة عبر ميناء هامبورغ لإدخال المخدرات إلى أوروبا. ويعد استغلال المنظمات الإجرامية لتزايد إمدادات الكوكايين تطوراً يستحق الاهتمام، حيث يتصارع التحرك غير القانوني للمخدرات عبر الحدود الدولية، ويتم تسليط الضوء على كيفية تكامل هذه المنظمات في سلسلة التوريد الدولية، مع تركيز خاص على استخدام ميناء هامبورغ كبوابة رئيسة لتوزيع المخدرات في أنحاء أوروبا. وفي العاشر من نوفمبر عام 2022 كشف تقرير المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية BKA عن زيادة بنسبة 2.9% في جرائم تهريب المخدرات في البلاد خلال عام 2021. ويعكس هذا الارتفاع الصارخ الصعوبات التي تواجه السلطات في مكافحة هذا النوع من الجرائم، خاصة مع تزايد حجم الكوكايين الذي تمت مصادرته بمعدل يفوق الضعف في السنة ذاتها، وصولا إلى أكثر من 23 طنا. وتظهر التقارير أيضا تطور وسائل التهريب، حيث يتم تهريب المخدرات عبر البر والبحر، ويشير إلى تعاظم دور الإنترنت كوسيلة راسخة لتوزيع المواد. ويطلب الكوكايين بسهولة من خلال تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب أو سيجنال، ويتم تسليمه إلى المنازل عبر ساعي تلقائي بمقابل يبلغ حوالي 70 يورو للجرام الواحد. ووفقا للمحققين يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الكوكايين في ألمانيا إلى 48 ألف يورو، مما يظهر الطبيعة الرابحة لهذه الجريمة. ويتعين على السلطات الألمانية تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتطوير تدابير فعالة للحد من تأثيراتها على الأمان العام ومكافحة التجارة غير الشرعية. وتعتبر ميناء هامبورغ بوصفها أكبر ميناء في ألمانيا وثالث أكبر ميناء في أوروبا محطة رئيسة لتداول البضائع وشحن الحاويات عبر القارات. وتحتل هذه الميناء المرتبة 18 في قائمة أكبر موانئ الحاويات في العالم، وترتبط بالبحر الشمالي بشكل مباشر، مما يسهم في تسهيل حركة الشحن والتجارة. ورغم أن مدينة هامبورغ تقع على نهر الإلبة،
وليست مباشرة على البحر، يجعل عرض النهر وقربها من بحر الشمال منطقة ملاحية رئيسة، ويمر من خلال الميناء حوالي 9 ملايين حاوية سنويا، مما يبرز دورها الهام في التجارة العالمية. ومع هذا الحجم الضخم من الحاويات والبضائع القادمة والمغادرة، يصبح من الصعب تفادي تسلل بضائع المخدرات، خاصة الكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية. ويخفى الكوكايين عادة في حاويات الشحن مع منتجات أخرى مثل الموز، وعندما تصل الشحنة إلى ميناء هامبورغ يتم تفريغها بعناية على الأراضي الألمانية. وتتضح الصعوبات الكبيرة التي تواجهها السلطات في مراقبة هذا الكم الهائل من الحركة التجارية، حيث يقوم أفراد الشبكات الإجرامية برشوة الموظفين لضمان تفريغ الشحنات بسلاسة وبدون مشاكل. ويتطلب التصدي لهذا التحدي التعاون الوثيق بين السلطات المحلية والدولية، فضلاً عن تكنولوجيا متقدمة لرصد ومراقبة الحركة في الميناء. وشهد سوق الكوكايين في أوروبا تحولات جذرية بفعل الأحداث الكولومبية، خاصة بعد اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في عام 2016 بين القوات الثورية الكولومبية المسلحة فارك والحكومة الكولومبية. وهذا الاتفاق أفضى إلى تشكيل مجموعات جديدة تتنافس للسيطرة على إنتاج الكوكايين في المناطق التي كانت تسيطر عليها فارك. وسيطرت فارك سابقا على مناطق حيوية لزراعة الكوكايين، وكانت تنظم توزيع الإمدادات. ومع تفكك هيكل قيادتها بسبب اتفاق السلام، ظهرت مجموعات مختلفة تسيطر على مناطق جديدة وتدير إنتاج الكوكايين في تلك المناطق. وهذا التحول أدى إلى تغيير استراتيجيات المنظمات الإجرامية الأوروبية، حيث بدأت بتشكيل تحالفات مباشرة مع هذه المجموعات دون وسطاء، وتقوم بشراء الكوكايين مباشرة من مصدره. ويشير كريستيان هوب الذي يرأس قسم مكافحة المخدرات في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية إلى أن تجار المخدرات في أمريكا الجنوبية قد غمروا الأسواق الألمانية، حيث يعملون وفقا لمبدأ العرض يخلق الطلب وليس العكس. وهذا التحول يفسر جزءا من الزيادة في إمدادات الكوكايين وجرائم تهريب المخدرات في ألمانيا وأوروبا. تشهد ألمانيا تحديات جسيمة في مواجهة تزايد تهريب الكوكايين، حيث يصنع هذا المخدر في أمريكا اللاتينية ويأتي معظمه من كولومبيا، رغم أنه كانت فارك تسيطر سابقا على مناطق زراعة الكوكايين. إلا أن اتفاق السلام في عام 2016 أدى إلى تشكيل مجموعات جديدة في المكسيك مثل كارتلات سينالو وجاليسيكو، التي أصبحت تسيطر على معظم صادرات الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى العالم. وتتم عملية تهريب الكوكايين إلى ألمانيا وأوروبا بشكل رئيسي عبر حاويات الشحن، حيث يتم إخفاء المخدرات بين البضائع العادية مثل الموز أو علب التونة. ويعتمد تجار المخدرات على رشوة عمال الرصيف وسائق الشاحنات وموظف الموانئ ومسؤول الجمارك لتسهيل عمليات تفريغ الشحنات بدون مشاكل. وتقول مصادر في الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية إن الجريمة المنظمة في هذا السياق تعمل بشكل مشابه لمؤسسة تجارية قانونية، حيث يوجد أفراد مسؤولون عن نقل البضائع وآخرين مسؤولون عن إخراجها من الميناء، بالإضافة إلى تجار التجزئة الذين يوزعون المخدرات في السوق السوداء. وتظهر هذه الديناميكيات التحديات الكبيرة التي تواجه جهود مكافحة تهريب المخدرات في ألمانيا وأوروبا، مما يستلزم تعزيز التعاون الدولي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة للتصدي لهذه الجريمة المنظمة. ويتبنى القانون الاتحادي الألماني موقفا صارما تجاه جرائم تهريب المخدرات، حيث يعاقب الأفراد المتورطين في هذه الجريمة بعقوبات قاسية تعتمد على كمية المخدرات وظروف الجريمة، حيث يتم تحديد العقوبات على النحو التالي: الإتجار العادي بالمخدرات عقوبتها غرامة أو سجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، والتجارة بكميات كبيرة عقوبتها سجن لا يقل عن 1 سنة، والتورط في عصابة مهربة عقوبتها سجن لا يقل عن 2، والظروف المشددة تكون في ظروف معينة عند تورط الجاني في جرائم خطيرة، ويمكن أن تزداد العقوبة إلى 1 أو 2 أو ما بين 5 إلى 15 سنة. ويتجلى من خلال هذه العقوبات الجسيمة التزام السلطات الألمانية في مكافحة تهريب المخدرات وتجارتها. ويتمثل التحدي الحالي في محاولة التصدي للجريمة المنظمة والتصدي لتوريد الكوكايين من أمريكا اللاتينية عبر ميناء هامبورغ. وتقول المعلومات الاستخباراتية
إن شبكة إجرامية نجحت في تحقيق درجة كبيرة من التطور باستخدام منصات اتصال مشفرة لإخفاء هويتها وتفاصيل اتصالاتها من قبل السلطات. وكانت هذه الشبكة ذكية بما فيه الكفاية لتعديل أساليبها بمجرد إدراكها لاحتمالية الكشف عنها، حيث قامت هذه الشبكة بتكرار علامات حاويات الشحن في محاولة للتضليل وتجنب الكشف. ورغم ذلك نجحت جهود التحقيق في فك تشفير الاتصالات، مما أدى إلى اكتشاف مئات الملايين من الرسائل بين المتورطين. وتفصل هذه الرسائل الإجرامية في العديد من العمليات الواسعة النطاق التي قامت بها الشبكة. وفي إطار جهود مكافحة الجريمة، استخدم المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية BKA تحليلات البيانات لبدء نحو 4000 تحقيق منذ مارس 2020. وخلال عمليات المداهمة التي نفذت في هذه التحقيقات، تم ضبط حوالي 40 طنا من مختلف المخدرات والمواد ذات الصلة. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022، تمت مصادرة 700 كيلوغرام من الهيروين و2.3 طن من الكوكايين. وفي 29 من ديسمبر عام 2022، نفذت السلطات في ميناء هامبورغ عملية ناجحة أسفرت عن مصادرة 3.6 طن من الكوكايين، قيمتها السوقية تقدر بمئة مليون يورو. وتستفيد الجهود الجمركية أيضا من تقنيات فحص متقدمة، حيث ساهمت الفحوصات بالأشعة الصينية في اكتشاف المزيد من الحمولات غير المشروعة وفقا لمكتب التحقيقات الجمركية في هامبورغ. وتم ضبط حوالي 6 أطنان من المخدرات في عام 2022، مما يشير إلى استمرار النجاحات في مكافحة تهريب المخدرات في الميناء. وتعتبر تجارة المخدرات وتهريبها من أبرز المصادر لدخل الجريمة المنظمة، حيث تتسبب في تحقيق أرباح هائلة للجناة على مستوى العالم. وتلعب الجريمة المنظمة دورا كبيرا في تنظيم عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الدولية، حيث ينشط نحو نصف هذه المجموعات دوليا. ويظهر ميناء هامبورغ كواحدة من أبرز مراكز تهريب المخدرات في أوروبا، خاصة بعد مرفأ أنتيورب البلجيكي. وبينما تسعى مرافق روتردام وأنتويرب لتعزيز أمانها، تتزايد أهمية هامبورغ كممر لتهريب المخدرات إلى أوروبا. وترتبط القارة الأوروبية اقتصاديا وتجاريا مع دول أمريكا اللاتينية، وتحديدا مع البرازيل وباراغواي. وغالبا ما تتسلل كميات كبيرة من المخدرات في شحنات أو حاويات قادمة من هذه الدول. وتعزز انتشار تجارة المخدرات في ألمانيا من ارتفاع معدلات الجريمة والتناحر بين عصابات التهريب. وتتسابق السلطات الألمانية لمواجهة هذه التحديات، حيث يتطلب الأمر تعزيز قدرات الشرطة والجمارك لتكون أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات. ويتحمل العاملون في الموانئ وشركات الشحن والبحارة مسؤولية كبيرة في ضمان السلامة والأمان في الميناء، ويجب عليهم منع الأفراد غير المصرح لهم من الوصول إلى المرافق وتنفيذ خطط أمنية فعالة. ومن المتوقع زيادة تجارة المخدرات في المستقبل نتيجة لتحولات جديدة في طرق التهريب والناتجة عن الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان. ومع تجديد الإجراءات الأمنية، قد يلجأ مهرب المخدرات إلى طرق بديلة لتفادي المناطق ذات التواجد الأمني المكثف في الموانئ الألمانية. وتعد ألمانيا وخاصة ميناء هامبورغ من النقاط الرئيسية في تهريب الكوكايين على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك وفقا لبيانات السلطات الألمانية. وتم ضبط أكثر من 35 طنا من الكوكايين في البلاد، ومعظمها في ميناء هامبورغ. ومن المتوقع أن يتجاوز الإجمالي الفعلي للكميات المكتشفة 40 طنا، حيث لم يتم تسجيل جميع الشحنات. وفي السابق كان من غير المعتاد أن يكون هذا الرقم ممكنا في ألمانيا، ولكن يبدو أن الجريمة المنظمة تشتري كميات أكبر من الكوكايين في أمريكا اللاتينية لإعادة بيعها في السوق الألماني بأرباح هائلة. وتشير الأرقام إلى زيادة واضحة في وصول الكوكايين إلى أوروبا، وفقا لمسؤول الجمارك الألمان ينتهي بتسعة كيلوغرامات أخرى في الأسواق الأوروبية مقابل كيلوغرام من الكوكايين المكتشف. وتثير هذه الزيادة الملحوظة في مضبوطات الكوكايين مخاوف المحققين حيال تغيرات في اتجاهات تجارة المخدرات الدولية. فيشير كريستيان هوبي رئيس قسم مكافحة المخدرات في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي BKA إلى أن ميناء هامبورغ أصبحت أكثر جاذبية نتيجة لتجديد الإجراءات الأمنية في موانئ روتردام وأنتويرب.
وتتسلل الجريمة المنظمة إلى موانئ شمال ألمانيا بشكل خاص، حيث تتفاعل مع موظفي الموانئ بشكل مكثف لتحقيق أهدافها. وأعلنت السلطات الألمانية عن مصادرة ضخمة للكوكايين، حيث أعلنت هيئة الجمارك في مدينة هامبورغ الألمانية عن ضبط كمية هائلة من الكوكايين، حيث تم العثور على 4.5 طن من الكوكايين في سفينة حاويات في ميناء هامبورغ، وتقدر قيمتها بمليار يورو. وتم استخدام 211 حقيبة رياضية لاختباء الكوكايين، وكانت هذه الحقائب مخبأة داخل صناديق صلبة، وتم اكتشاف أكثر من 4200 حزمة من الكوكايين المضغوط داخلها. وتمت عملية الضبط بعد تفتيش حاوية قادمة من مونتيفيديو في أوروغواي متجهة إلى ميناء أنتويرب في بلجيكا. ورغم أن الحاوية كانت مسجلة باعتبارها شحنة فول صويا، إلا أن المفتشين اكتشفوا الحقائب الرياضية السوداء والتي كانت تحتوي على الكميات الهائلة من الكوكايين. وقامت السلطات بتدمير الكوكايين بسرية تامة وباتخاذ تدابير أمنية مشددة، ويعتبر هذا الإجراء ضربة فعالة للتجارة الدولية للمخدرات. ويظهر النجاح في اكتشاف عمليات التهريب المتطورة والتصدي لها. ومن المعروف أن ميناء هامبورغ تستقبل سنوياً عدة ملايين من الحاويات، وتعد مكاناً هاماً في التجارة البحرية العالمية، كما أعلنت السلطات الألمانية عن مصادرة عملية أخرى وهي الأكبر في تاريخ ألمانيا لمادة الكوكايين، حيث تم ضبط أكثر من 23 طناً من الكوكايين في عمليتين منفصلتين داخل حاويات في ميناءي هامبورغ الألماني وأنتويرب البلجيكي. ففي ميناء هامبورغ تم ضبط حوالي 16 طناً من الكوكايين داخل 5 حاويات قادمة من باراغواي، وتمت عملية الفحص بعد الاشتباه في الحاويات واكتشاف المخدرات المخبأة في شحنات معلبات. وفي ميناء أنتويرب البلجيكي تم ضبط 7.3 طن من الكوكايين داخل حاوية تحمل كميات من الخشب. وتشير السلطات الألمانية إلى أن هذه العملية تعد أكبر مصادرة للكوكايين في أوروبا، وتعكس تورط ميناء أنتويرب كبوابة رئيسية لتهريب الكوكايين في القارة الأوروبية. ويشير تقرير الشرطة الهولندية إلى أن المخدرات كان من المقرر نقلها إلى هولندا، وتم اعتقال سائق السيارة التي كانت محملة بالمخدرات والتحقيق جار معه. والسلطات تعتقد أن المهربين كانوا يخططون لنقل الكمية المضبوطة إلى هولندا لتوزيعها هناك. كما صرح مكتب المدعي العام في هامبورغ بأن قيمة المحجوزات الهائلة تمثل أكبر عملية مصادرة منفردة للكوكايين في ألمانيا، كما أعلنوا عن فتح تحقيق لمعرفة المزيد حول وجهة المخدرات المحتملة. إن تهريب المخدرات إلى ألمانيا يمثل تحدياً كبيراً للسلطات الألمانية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع مستويات استهلاك المواد المخدرة في البلاد، ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده ألمانيا، حيث يمكن للأفراد الوصول إلى موارد مالية أكبر، وبالتالي زيادة قدرتهم على شراء المخدرات. وتتمثل العصابات المنظمة في إحدى المكونات الرئيسية لتوزيع المخدرات في ألمانيا، حيث تعمل هذه العصابات على تطوير استراتيجيات متقدمة لتهريب المواد المخدرة وخاصة الكوكايين. ويتم تحديد الأهداف وتنفيذ العمليات بشكل متقن، مما يجعل من الصعب على السلطات رصد واحتواء هذه الأنشطة. وتتسم عمليات تهريب الكوكايين بالتعقيد والتنظيم، حيث يتم استخدام وسائل متنوعة لتجنب الكشف مثل السفن البحرية والطائرات الخاصة. ويعتمد المهربون على شبكات معقدة تتداول في عدة دول، مما يجعل عمليات التحقيق والمراقبة أمراً صعباً للغاية. وتشير الإحصائيات إلى زيادة في حجم الكوكايين المحجوز في الموانئ البحرية الألمانية، وهو ما يظهر الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات للتصدي لهذه الظاهرة. ومع ذلك يظل التحدي مستمراً نظرا للتطور المستمر في أساليب التهريب، وأيضا التطور في التكنولوجيا المستخدمة من قبل العصابات المنظمة. وللتصدي لتلك التحديات يلزم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات الأمنية في مختلف الدول، ويجب تعزيز التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات بين الدول للكشف عن هياكل العصابات ومحاربة الجريمة المنظمة بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك يتطلب الأمر تعزيز الجهود في مجال التوعية والتثقيف لدى الشباب حول مخاطر المخدرات. وشهدت ألمانيا زيادة ملحوظة
خاصة في الآونة الأخيرة في التحديات المتعلقة بتجارة المخدرات، حيث تشير الإحصائيات الرسمية في يونيو عام 2021 إلى أن هناك حوالي 14 عصابة خطرة تنشط في عدة مدن ألمانية مثل برلين وبريمن وإيسن ودورتموند ودويسبورغ. ومن الناحية الاجتماعية، يشير تقرير صادر عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان إلى أن حوالي 19.5% من الشباب الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً قاموا بتجربة مادة الماريجوانا على الأقل في عام 2019، مما يظهر انتشاراً واسعاً في هذه الفئة العمرية. وفي سياق التغيرات المحتملة، أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان في أغسطس عام 2022 عن اقتراح لتشريع الماريجوانا، ويأتي هذا التحول في إطار توجه ألمانيا نحو تشريعات أكثر تساهلاً فيما يتعلق بطاعات الماريجوانا. وحالياً يعتبر تعاطي وحيازة المخدرات في ألمانيا جريمة جنائية، حيث يواجه المتعاطون تهما جنائية قد يصل الأمر إلى حد السجن لفترة تصل إلى 5 سنوات. ومع ذلك فإن بعض الأحزاب الألمانية مشغولة حاليا في مناقشات حثيثة لوضع تشريع يسمح بحيازة الماريجوانا بهدف حماية الشباب وسحب المادة من السوق السوداء وفرض الضرائب عليها. وتشهد ألمانيا حاليا نقاشا حاميا حول السياسات المتبعة في مجال مكافحة وتجارة المخدرات، حيث يعتبر بعض السياسيين أن العقوبات الحالية ضد تجار المخدرات تعدل في اتجاه التساهل، وينظر البعض خاصة من الحزب المسيحي الديمقراطي والبافاري المسيحي الاجتماعي إلى السياسات الحالية بانتقاد، ويشددون على أن تقنين المخدرات قد يؤدي إلى تشجيع غير مرغوب على استخدام المخدرات. وفي عام 2019 أثار مدير حديقة جورليتزر في برلين جدلاً بعد اقتراحه إنشاء مناطق خاصة لتجار المخدرات لحل مشكلة المخدرات، وتباينت وجهات النظر حيال هذا الاقتراح، وكانت هناك مخاوف من تشجيع السلوكيات غير القانونية. ويرى الباحث الاجتماعي هاينو شتيفر أن النقاش الحالي حول سياسة المخدرات قد تأخر بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع أعداد الحالات التي تتعامل معها الشرطة في جرائم المخدرات. ويشير إلى الحاجة إلى مراجعة جذرية للسياسات الحالية وتحديثها لتكون أكثر فاعلية، وتوجيه الجهود نحو التحكم في التحديات الفعلية المرتبطة بتجارة واستهلاك المخدرات. وتشكل معركة مكافحة تهريب المخدرات تحديا دوليا، وتلعب الانتربول دورا حيويا في هذا السياق من خلال نشر قاعدة بيانات الإغاثة الخاصة بها. ويمكن لهذه القاعدة الجنائية الربط بين مضبوطات المخدرات على مستوى العالم، مما يسهم في تحقيق تطابق إيجابي وكفيل بكشف العمليات الإجرامية. وفي 22 من سبتمبر عام 2022 قاد الانتربول عملية دولية نجحت في الكشف عن نطاق واسع لتهريب المخدرات، حيث تمت مصادرة مخدرات غير مشروعة وسلائف كيميائية بقيمة تتجاوز 717 مليون دولار أمريكي، واعتقال 1333 مشتبها به في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر مكتب الشرطة الأوروبي يوروبول شريكا مركزيا في هذا السياق، حيث يمثل جميع دول الاتحاد الأوروبي. وفي تصعيد لهذا التعاون، أعلنت يوروبول والسلطة القضائية الأوروبية يوروجست في بيان مشترك في 26 من نوفمبر عام 2022 القبض على 44 شخصا بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال في عمليات مداهمة شملت عدة دول من بينها ألمانيا. وتم خلال هذه العمليات ضبط كميات كبيرة من مختلف المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الكوكايين والحشيش والكم والميثافيتامين. وفي إبريل عام 2022 قادت يوروبول عملية مشتركة أدت إلى اعتقال 39 شخصا على صلة بشبكة تهريب المخدرات النشطة جدا في أوروبا، حيث تم استيراد أكثر من 57 طنا من الكوكايين منذ عام 2021. ويظهر هذا التعاون الدولي الفعال الجهود المشتركة لتعزيز الأمان ومكافحة التهريب عبر الحدود. وفي ظل الكميات الهائلة من الكوكايين التي تم ضبطها في موانئ ألمانيا، تتصارع التحديات التي تواجه السلطات في مواجهة تجارة المخدرات، ويظهر الإعلان عن نية تشريع الماريجوانا في ألمانيا خطوة نحو تغيير في السياسات تجاه المخدرات، ولكن هذا الاتجاه يثير الجدل بين مؤيد ومعارض. وتعكس الكميات الهائلة من الكوكايين المضبوط في ميناءي هامبورغ وأنتويرب تعقيد المهمة التي تواجهها السلطات الألمانية والأوروبية
في مواجهة الجريمة المنظمة. وتظهر هذه العمليات الكبيرة أن تهريب المخدرات لا يقتصر على التحديات المحلية، بل يمتد إلى أبعد من ذلك. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وانتظرونا في وثائقي آخر.